إذا للوقوف عند تداعيات القصف الأمريكي لمواقع الميليشيات الموالية لإيران في العراق، أثر ذلك أيضا على العلاقات الأمريكية العراقية. ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. أستاذ لبيد، حياكم الله، مرحبا بكم. يعني بحسب مصدر أمني، لا يزال الطيران الأمريكي يحلق في سماء المناطق الغربية، خاصة في محافظة الأنبار. ولكن السؤال المطروح هنا أستاذ لبيد، هل تعتقد أن الضربات الأمريكية ستستمر وتستهدف الميليشيات، وهي بذلك لا تكتفي بضربة ليل الجمعة الماضية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نعرف تماما أن الضربة القوية التي تعرضت لها الميليشيات ليلة الجمعة على السبت، يعني كانت هي ردا على هجوم استهدف البرج 22 بالأردن. وهذه الضربة نتيجة الصدفة أو التوقيت الذي كان متزامنا مع عودة إحدى الطائرات المسيرة الأمريكية إلى القاعدة، في نفس الوقت الذي وصلت القاعدة الطائرة المسيرة إلى نفس القاعدة التي انطلقت من الميليشيات. فلذلك أدت إلى قتل 3 جنود وعشرات الجرحى، يعني كان في هذه القاعدة. لذلك كانت ردة الفعل الأمريكية متميزة عن ردود الفعل السابقة. نعرف أن الميليشيات استهدفت القواعد الأمريكية بنحو 160 ضربة سابقة، لكن كانت هذه الضربات مستويات خفيفة، يعني كانت تؤدي إلى تقطع جدران، تخريب أرضيات، أو إصابات معينة بعدد محدود من الذين يعملون في القواعد الأمريكية. لذلك كانت الضربات ردود الفعل الأمريكية قليلة وضعيفة نسبيا. يعني إذا عودة على سؤال حضرتك، هل ستستمر هذه الضربات؟ استمرار الضربات إذا من عدمه يعتمد على حجم الضربة. هل ستواصل الميليشيات العراقية، هل ستواصل ضرب أو استهداف القواعد الأمريكية، وهل ستؤدي هذه الضربات إلى خسائر بالحجم الذي يجعل بايدن وإدارة بايدن يجعلها محرجة أمام الضغوطات التي ستقوم بها الحزب الجمهوري، سيقوم بها الحزب الجمهوري الذي يتهمه بالتخاذل وضعف إدارته إلى آخره. فإذا أنا أستبعد أن تكون الضربات القادمة، إذا تعرضت القواعد الأمريكية إلى ضربات واستهدافات، أنا أستبعد جدا أن تكون ضربات قوية. ولذلك أنا أستبعد أن تتكرر ضربة بمثل أو بحجم الضربة التي حدثت ليلة الجمعة على السبت. أستاذ لبيد، ولكن الميليشيات من جانبها تضغط على الجيش، وذلك من أجل نقل أسلحتها إلى مخازن الجيش. هل سيتورط الجيش مع الولايات المتحدة، تعتقد ذلك؟ هذه المطالب والإلحاحات إلى نقل أسلحة الميليشيات إلى مخازن الجيش هو واحد من أشكال الضغط العسكري والسياسي على الحكومة، لأن الضغط هو ضغط على الدفاع، وزارة الدفاع جزء من حكومة محمد الشيع السوداني. وعملية الضغط مستمرة وستستمر وستتخذ أشكالا أخرى وتصعيد وستتخذ مسارا تصعيديا. اليوم هناك مطالب كبيرة ومتعددة بتطهير العراق، هكذا جاءت في النص، تطهير العراق من القوات الأمريكية، من التواجد الأمريكي. ومطالب الحكومة بأن تطلب من الأمريكان بسحب قواتهم من العراق، يعني هذا يشكل حرجا بحكومة السوداني. طبعا المطلب هذا بالتحديد، نقل الأسلحة إلى المخازن العسكرية الجيش، يعني بأن لكي تبتعد عن أي خطر، يعني تريد الميليشيات أن تجنب نفسها أي مخاطر في حالة تعرضت لضربات. وبالتالي فإن المخاطر يجري تصديرها إلى الجيش وتسلم هي. يعني هذه مسألة توريط بالحقيقة، هذه توريط المؤسسة العسكرية الرسمية العراقية، وبنفس الوقت كما ذكرنا يشكل ضغطا سياسيا
على أستاذ لبيد، هناك من يتحدث عن أن التصرفات التي تتخذها الميليشيات يمكن أن تحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات بين واشنطن وطهران، هل تتفق مع هذا الطرح؟ لا توجد هناك معنى حقيقي لتصفية حسابات يعني بين واشنطن وطهران. نعم. يعني إذا انطلقنا من الضربات وخصوصا الضربة الأخيرة، يعني كل الأسلحة والذخائر والمنشآت التي دمرت بالضربة الأمريكية سيتم تعويضها وإعادة بنائها من أموال عراقية لا إيرانية، والدماء التي أهرقت دماء عراقية أيضا ليست إيرانية. يعني إيران لم تخسر شيئا من الضربات الأمريكية على القائم او على وسابقا على جرف الصخر وغيرها، لم تخسر شيئا، بالعكس يعني إيران كسبت مجدا زائفا، يعني باعتبار ان إيران تتاجر سياسيا بالقضية الفلسطينية وتزعم ان وكلاءها في العراق وسوريا يضربون أمريكا تضامنا مع حرب غزة. فإيران يعني نسمع العالم يصيح يعني بأعلى صوته أن إيران وراء ما يجري في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، بينما إيران لا تطلق طلقة واحدة على العدو الصهيوني ولا على العدو الأمريكي. هل يمكن أن تجر الميليشيات تجر العراق إلى حرب صريحة بالمعنى الذي نفهمه أستاذ لبيد؟ لا، الميليشيات أصبحت تفهم وتعي قواعد اللعبة. يعني الميليشيات تضرب ضربات، عندما تضرب ضربات خفيفة للقواعد الأمريكية فأمريكا إما أنها لا ترد أو أنها ترد بضربات محدودة يعني، وهذا حدث في السابق. يعني إذا هناك إحصائية تقول أن عدد الضربات التي تعرضت لها القواعد الأمريكية وصل بحدود 160 أو تجاوز 160 ضربة يعني من 27 إلى حد الآن، يعني بينما الردود الأمريكية باستثناء هذا الرد الأخير الذي ذكرنا لماذا صار حدث بهذا الحجم، كانت الضربات التي سبقته ضربات خفيفة ولم تؤدي إلى أي أذى يذكر يعني للميليشيات. فالميليشيات ستستمر، أتوقع أنها تستمر بتوجيه ضربات، لكن ضربات دعائية وضربات إعلامية أكثر ما هي ضربات عسكرية. نعم أستاذ يعني من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لكم.